وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد إبراهيم زينل، وهو عضو اللجنة الوطنية العليا لإعداد مشروع ميثاق العمل الوطني. بعد التحية سيد إبراهيم، من وجهة نظرك كيف ساهم ميثاق العمل الوطني في إلباس المجال الاقتصادي حلة جديدة للانطلاق نحو الريادة في مجال المال والأعمال؟ أولا مساء الخير، ونهني القيادة وشعب البحرين على ذكرى ميثاق العمل الوطني. لا شك أن ميثاق العمل الوطني والذي صادق عليه الشعب في البحرين بكافة فئاته وأصدره جلالة الملك حفظه الله في عام 2001 يسجل نبراسا وخارطة طريق للأجيال القادمة، وأسس بداية لمنعطف جديد في تاريخ البحرين، ليس فقط على مجمل الحياة السياسية ولكن أيضا على المستوى الاقتصادي والمساهمة في الانفتاح الاقتصادي بشكل أوسع وعلى مدى سنوات متتالية، خلق بيئة تجذب الاستثمارات الخارجية وتزيل كثير من العوائق لانطلاق البحرين إلى آفاق جديدة. نعم سيد إبراهيم، يعني إذا سمحت لي معلش لضيق الوقت، هل لك بلغة الأرقام أن تحدثنا عما أحدثه ميثاق العمل الوطني من منجزات على الصعيدين التجاري والاستثماري؟ نعم، كان لإنشاء مجلس التنمية الاقتصادية وهيئة تمكين وما تقدمها من دعم للأفراد والشركات الناشئة أكبر حافز لطبقة جديدة من المواطنين من أصحاب الأفكار والتطلعات الاقتصادية أن يلجوا إلى قطاع العمل الحر. جميل. وأكبر مؤشر لذلك هو هذه الأعداد الكبيرة من أصحاب المؤسسات الصغيرة الذين نجحوا في الدخول في العمل التجاري. وإذا كان نتكلم عن مع أكتوبر 2008 حينما أطلق جلالة الملك حفظه الله الرؤية الاقتصادية 2030 وتأسيسا على ما ورد في ميثاق العمل الوطني من التركيز على دور المرأة في التنمية الاقتصادية، شهدت البحرين ارتفاعا ملحوظا في مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية، حيث بلغت نسبة العاملات في القطاعين الحكومي والخاص أكثر من 35% مع عام 2015، يعني بعد 15 سنة من الميثاق. وهذه النسبة استمرت في التزايد، كما أن التقارير الأولية تشير أن نسبة تملك النساء للسجلات الفردية تجاوزت 40%، وهذا إنجاز للمرأة البحرينية في مجال الاقتصاد. كما شهدت البحرين خلال 20 سنة الأخيرة نجاحا في مجال السياحة واستقطاب الزوار، حيث تجاوز عدد السياح إلى البحرين إلى أكثر من 10 ملايين سائح خلال السنة، وأصبحت البحرين وميناء خليفة بن سلمان مقصدا للسفن السياحية التي جلبت أعدادا ضخمة من الزوار الأجانب من كافة أنحاء العالم لزيارة معالم البحرين. نعم. كما أن حلبة البحرين العالمية لسواق السيارات وضعت البحرين على خارطة السياحة والرياضة الدولية، ومن المتوقع أن يكون لافتتاح المطار الجديد خلال هذه السنة انطلاقة جديدة لاستقطاب خطوط طيران جديدة ومزيد من السواح والزوار إلى المملكة. ومن جانب آخر فإن مجلس التنمية الاقتصادية وعلى مدى سنوات نجحت في استقطاب شركات عديدة إلى البحرين، وكما تم الإعلان عنه أخيرا ففي عام 2019 ما مجموعه 134 شركة جديدة وباستثمارات تجاوزت 835 مليون دولار اتخذت من البحرين مركزا إقليميا لأنشطتها وباشرت أعمالها الصناعية أو الخدمية والمالية منها. نعم سيد إبراهيم، نعم. عذرا لضيق الوقت مرة أخرى، يعني وأنت عضو اللجنة الوطنية العليا لإعداد مشروع ميثاق العمل الوطني كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.